رئيس الوزراء حكومة فدرال كالصومالية مدانة حسن على غير وهليان وزير روح اللي بانا كترسن بارلمان كالصومالية أي مان تسفر شغوكو يميد مقالة بايدابو سوقو كور قرو حالة دقان دقالي شعب كرير بايدابو وفتيقو هو قامني رئيس الوزراء حكومة الصومالية وحاقرون كديار ذها مقالة بايدابو كسو دويي مسؤولين سرسرو كترسن مامول كوفر قلبيد وهر كعيي مدحوين شريف حسن شيغادن يبقلال كميدا شعب كرير بايدابو رجل وزارة حكومة فدرال كالصومالية مدانة حسن علي قيري وحو اسلامانتي كورميري جامعة قيري ويساقل لغو مقاعدارة اسلاماركانا ومشاركي ساكو بحيو قرشكا كو بحيا وحبارشة داردادا نيغتا سوغو دي رجل يارددا سي إن وحبارشة داي كود دالان ونقرب تاغن يهي مركستا مدعوينها مامول كوفر قلبيد شريف حسن شيخ آذن ولها اللي يردد وحكو براتا جامعة غيرة هي رزول وزارة حكومة دوغام هاد عليي لذال كوكو بحيين أرددانه أي هلان وحبر الشو ما سنين سنين ولا سنين بأصدر يلي سنين أول برشا دا كتدا هلان تاسوي سنين لسين كفضاو فرصودي سنة هلان إني فرصودي إيدو كفايدي ستان فرصودي لان أول بحلاو ما نسيبا كهلان فرصودي إن ألا أنت والكو جاي ستي ينتي خرجك بيدي أو رئيس الوزراء كوري رئيس الوزراء حكومة فدرال كالصومالية مدانة حسن على قيري أو هذا اللي رجلي الدردارنا أجي دي أرديدا أي تلمامين لن يرضى وحبرتيهين مستقبل كو دل كان لي يهاي سلمار كان لوغا باهان يهاي إن يكود دالان وحبر الشدا هل كان وحاكم وغتا افتيني ديلو كبدانا لن يراه الصوماليات يويل الصوماليات ورنت دادو دي آدو يرتحي غاركو دانان قرنين حتى إني قارين دادي جامعة دا لكن دلين يارو اي كم موقتو إني حراد يقاجو قبان إني دستان مستقبل فيعن وناكسن انتا نكالانا لكربنا نكو عاوينو وحان إدين شيقا يا سيدة كلية ودالكو ودباتاد اوغا بحكرو ومستقبل كلية ومد صومالي دي لاداي وإذنك ودلن يرد لكن دلن يرد أن أخون لهين دلك الدباطة كما ساركر مركا جاهل لماذا وحبر الشدى اللوغة بحكرة قبيالة دنا وحبر الشدى اللوغة بحكرة فكر حمى دنا وحبر الشدى اللوغة بحكرة ودني لأنتنا وحبر الشدى اللوغة بحكرة فهم لأنت مهمة دلك هذا يمستقبل كيس وليه يهانا وحبر الشدى اللوغة بحكرة waxaan ku dhiirigelinayaa inaad kula dardaarbaya saacadda idin ka tagta waa saacad idin ka khasaarto saacadda idin ka tagta waa saacad shacabka Soomaaliyeed ka khasaarto cidda la rabo dalka Soomaaliyeed inay dhibaatooyinka ka saarto inay dadka isu keento inay mustaqbalka dalka Soomaaliyeed hoggaamiso waa idinka wafdiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa qada sharaf waxa maanta loogu sameeyay beerta Cali Markuus oo ku taala duuladka bariga magaalada Baydhabo halkaas oo ah meel aad u qurux badan isla markaana ku wanaagsan dalxiiska dhinaca kale waxa uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya kormeeray madaxtooyada cusub ee maamulka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo